نفسي ربنا يزرع في قلبكم اليقين ده. والله العظيم ثلاثة والله، بس يعني ايه افهموها صح. في اوقات كتير انا كنت بشتغل ايام الكلية، ففي ايام كتير كنت بروح الامتحان من غير ما اذاكر، بس ربنا عارف انه غصب عني، فكنت بقول يا رب لو انت شايف ان انا عامل اللي عليا وغصب عني يقف جنبي. والله العظيم كنت بجيب امتياز لان انا ما قصرتش. ربنا بيعاملك كده، مش بيعاملك بقى انت ذكي، بيعاملك انت قصرت ولا ما قصرتش. واحد عيان، واحد تعبان وراح الامتحان، ممكن انت شفت المره اللي فاتت معجزه الهيه واقفه قدامكم، معجزه، وانا تعاملت مع مامتها باليقين ده، قلت لها خليها تخش وتمتحن لان هي ما قصرتش. نفس الكلام، خلي عندك يقين، ونفسي بقى تروح الامتحان بالنية دي مهما كان الامتحان صعب. انا ليه يا رب مش هضيعني، نفسي تدخل باليقين ده مع ربنا. والله لو اللجنة كلها بتصوت انا هعرف احل، لان هم متوكلين على بعض وانا متوكل على ربنا. هو ربنا سبحانه لما جاء خلقنا ان احنا ننزل عريانين من بطن اهلينا، مش دي رسالة؟ ما كان ربنا قادر ينزلنا لابسين بدلة سموكر وفستان فرح. انت نازل عريان يعني ما معكش اي اسباب، وبقى معك كل الاسباب. مين اللي غطاك ومين اللي اكلك ومين اللي رباك؟ هو ربنا لما بعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من غير ولا اب ولا ام ولا اهل ما تصلوا عليه، مش دي رسالة؟ وبقى رئيس جمهورية كوكب الارض، مش دي رسالة؟ هو ربنا سبحانه وتعالى سيدنا النبي في الهجرة لما خد كل دولة مكة بتجري وراه وخلى عنكبوت يحميه، مش دي رسالة؟ ان ربنا لو عايز حاجة بيحققها بأضعف الأسباب. فانت ما تعرفش، انت ممكن تبقى قاعد في اللجنة تلاقي ربنا يلهمك الهام بسبب توكلك عليه، بسبب تنجح في اختبار. ان اللجنة يوم الفيزياء بنسبة 99% بيبقى فيه غش، والمراقبين قال يعني حنينين عليكم بيسيبوكوا تغشوا. لو انت سقطت في الاختبار وغشيت، تنجحت في اختبار الدنيا وسقطت في اختبار ربنا. والله انت وانت قاعد دلوقتي ربنا كاتب لك الدرجة. عندك سكة من الاتنين، يا تجيبها حلال يا هتجيبها حرام. اللي هيدخل اللجنة وهيلاقي غش وهيقرر يغش، ربنا هيرفع ايده، هياخد حقه بس اللي ربنا كان كاتبه له اصلا بالحلال وهو خده بالحرام. واللي هيقرر انا مش هغضب ربنا.